بيحصل في سوق الصرف والدولار رايح على فين، ويا ترى السعر هينزل تاني ولا كده خلاص؟ ايه القرارات اللي البنك المركزي هياخدها الفتره اللي جايه؟ تعالوا نشوف القصه في الفيديو ده. بانكير، نبض البنوك. مفيش حد فينا كان يتخيل في ذروة أزمة نقص الدولار واللي عدت الخطوط الحمراء بعد توحش السوق السوداء إن يجي اليوم اللي الدولار يتراجع فيه بقوة قدام الجنيه، ويبدأ مرحلة الانتكاسة بعد ما فرض سيطرته بشكل كامل على سوق الصرف. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ عشناه كلنا بصعوبته على مدار سنة كاملة في 2023 بعد أخطر أزمة اقتصادية واجهت مصر في السنين الأخيرة، واللي كان ليها تأثير كبير على الاقتصاد، مستوى المعيشة والغلاء والباقي أنتوا عارفينه. إيه اللي خلى الدولار ينزل الأيام اللي فاتت؟ الحقيقة في أكتر من سبب، أولها صفقة الحكمة والانفراجة الكبيرة في التدفقات الدولارية، بعدها بسبب حجمها الكبير واللي وفرت سيولة 24 مليار دولار، ده غير وديعة إماراتية ب 11 مليار دولار هتتحول بالجنيه المصري وهتدخل في المشروع العملاق، وبعدها اتفاق صندوق النقد الدولي والانتعاشة في الاستثمارات الخارجية واللي ضمن التدفق العملة الصعبة. لكن في أسباب تانية كتير محدش خد باله منها، وهي السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة اللي اعتمدت على سد الثغرات في استهلاك الدولار، اهمها على مر تاريخ مصر هو توطين الصناعه والتوسع في التصدير كحلول دايما للقضاء على ازمه نقص الدولار، وفي نفس الوقت تعظيم الايرادات من القطاعات الاقتصاديه اللي بتجيب الورقه الخضراء. الحكومه مثلا عندها خطه لزياده الموارد الدولاريه 300 مليار دولار في السنه لتحقيق وفره في المعروض، منها 145 مليار دولار صادرات، وهو رقم سهل يتحقق زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي. طب ايه القرارات اللي منتظر يكمل فيها البنك المركزي المصري والحكومة لدعم الجنيه من اكتر من جهة؟ اول حاجة متوقع صدور مؤشر الجنيه، وده هيكون ليه تأثير كبير في تحديد السعر العادل للعملة المصرية، وده ما كانش هيتم لولا خطوة التعويم وتحرير سعر الصرف. ومع تطبيق المؤشر العادل للعملة المصرية متوقع ارتفاع قيمة الجنيه. كمان متوقع البنك المركزي يعمل جولة جديدة واتفاقيات تبادل العملات الوطنية في المعاملات التجارية مع عدد من الدول، ودخول الاتفاقيات القديمة حيز التنفيذ، ده هيكون ليه تأثير كبير في انخفاض أسعار الدولار، وده بجانب التوسع في التعامل التجاري مع دول البريكس للاستفادة من عضوية مصر في التكتل العالمي والحصول على المزايا الكبيرة، وده كله بجانب الأسباب التانية اللي بتجيب الدولار الأرض زي التصدير والاستثمار المباشر في كل المجالات الاقتصادية، تطوير قطاعات تانية زي السياحة، السفر، قطاع اللوجستيات، المواني، خطوط التجارة. الخلاصة إن الحكومة شغالة في أكتر من اتجاه لتوفير الدولار بشكل كبير، وبيفوق الطلب عليه بشكل مستمر، ودي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن نزول سعره باستمرار، والأهم إن الدولة قادرة تعمل ده وتعلمت الدرس كويس جدا. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.